المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى من صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين يا رب الدين، بكرم من الله وفضل منه ونعمة منه أوقفنا الله سبحانه وتعالى على أعتاب سيدنا الولي المادح المفوه فارس آل البيت، مداح العترة، مداح النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل من جاد بألفاظ بحضرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا شرف الدين البصيري نفعنا الله به، ومن الفتح الذي فتح الله به على فؤاده وعلى قلبه وعلى مشاعره وعلى لسانه، فصاغ هذه الأبيات المباركة في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأفضل من قال في النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، كأنه اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطقا منه ومبتسم، لا طيب يعدل تربا ضم حضرته، طوبى لمستنشقا منه ومبتسم. وقال في حضرته صلى الله عليه وسلم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والظهر في همم. أي والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من هذا الفتح ومن هذا العلم ومن هذا الأدب ومن هذا الذوق ومن هذه المشاعر ومن هذه الخواطر في حضرة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله سيدنا البصيري فيما قاله في حق النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله.